del Abba e dello Spirito Santo. Amen. يا أخوتي الجمعة يعني من يومين عيدنا عيد رفع الصليب بكل العالم. اليوم اسمه الأحد بعد الصليب. مشان هيك يبلش يسوع بيقول من أراد أن يتبعني فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني. كثير يا أخوتي بالحياة في ناس وهلأ صارت كمان بلبنان عم بتصير بينتحروا. وقت الإنسان بينتحر معناتها إنه حياته ما بقى لها معنى، ما بقى لها قيمة، لأنه شخص بحس حاله مش محبوب. حتى في بلاد مثل باليابان بينتحر إذا سقط بالفحص قبل الجامعة، لأنه النجاح وحده بيأمن له إن كان حب أهله لإله أو إن كان يفوت على الجامعة ويصير يشتغل ويطلع مصاري ويحصل على السعادة. هذا هو الأفق الوحيد عنده. مشان هيك إذا سقط ما بيعود في معنى لحياته وفي خطر ينتحر. السؤال هو شو معنى حياتي؟ شو قيمتها؟ مين بيحبني؟ وبأي شروط؟ بأي شروط أنا محبوب؟ إن كان منبلش من فوق من الله تنوصل على شريك حياتي، تنوصل على أهلي، بأي أنا، هل أنا محبوب وشو هي هالشروط؟ بما أنه عم نحكي عن عيد رفع الصليب، وقتا منشوف يسوع المصلوب بين بهالأيقونة هون، شو منفكر؟ فينا يكون عندنا ثلاث ردات فعل. أول ردة فعل فيها تكون نتمسخر عليه، نقول خلص غيره مش قادر يخلص حاله، مش هيك قالوا رؤساء الكهنة. فيها تكون نظرة لكان ما فيها إيمان، نتطلع بنقول شخص فاشل. في نظرة أعمق شوي بس مش جريئة، بتقول إنه أنا إذا بدي حب مثله بدي يصير مثله، يعني بخاف، لا أنا مش يسوع. في نظرة ثالثة هي نظرة مربولوس، بيقول عن يسوع عن صليبه بيقول أحبني وبذل نفسه عني. هيدي هي نظرة يلي فيها إيمان، بتطلع بيسوع بشوف إنه أحبني وبذل نفسه عني. هيدا الحب على الصليب تم. نحن بعدنا خطأ، ما كان حدا بعد منا تاني، وهيدا حب غير مشروط. شو الشروط يا رب تتحبنا؟ بأن تحبكم لازم تكونوا مش مرتبين، لازم تكونوا خطأ، لأنه لم آتي لأدعو صديقين بل خطأ إلى التوبة. وهيدا الحب بيعطي حياتي معنى، بيعطيني قيمة. يعني أنت شو قيمتك يا مسيحي؟ أنا ابن الله، شيء كبير. بدل ما نقول انه معك هالقد دولارات تسوى هالقد، لا، انت ابن الله. هيدا السر الكبير يلي تم على الصليب. مش هيك بنرفع الصليب؟ لانه رفعنا. يا اخوتي بالسياسه اوقات بنتبع زعيم، بنقول اذا وصل فلان خلص بتصير السما على الارض. أوقات بالفكر بتبع فلسفة ماركس وعدل، إنه نشيل الله على جنب نستلم الحكم بتصير في مساواة بين الطبقات. وجرب الحكم الشيوعي. بالحياة العاطفية أوقات بنلتقي بشخص منقول كل شيء في عندي نواقص هيدا قادر يمليه، لأنه عنده كتير طاقات وعنده كتير كاريكتير صفات، وما بيكون عم بيكذب علينا لا الرجل السياسي ولا الفيلسوف ولا شريك الحياة اللي بنلتقي فيه، ما حدا عم بيكذب. بس بأنه بشر ما حدا قادر يملي لنا هالفراغ، ما حدا قادر يخلي السما تصير على الأرض. المسيحي هو شخص بيشتغل بالسياسة أكيد،
بيتزوج وبيحب كل شيء، ولكن ما بيذبح حدا للأخير على العمياني إنه هذا الشخص بس يحكي بقول له أمين. ما بتضبط برهنة الحياة لو عم برهننا كلنا سوا إنه ما في شخص قادر يكون مثل يسوع المسيح. يسوع المسيح بيقول عن حلو إنه هو الراعي الصالح. الراعي الصالح شو بيعمل؟ بيمشي قدام ونحن بنتبعه. يمشي قدام يعني إذا في شيء ذئب هو بياكل العضة، إذا في شيء سراء هو بيتواجه، هو بيجي. لكن هيدا هو كلمة يسوع الراعي الصالح يلي بذل نفسه لأجل الانقراض، وهو بيقودنا وحده إلى الحياة الأبدية فوق وإلى السعادة هون. أوقات بيخيب أملنا إن كان بالسياسة أو إن كان بالعاطفة أو إن كان بالعمل. لأيش؟ لأنه ثقنا بشخص وهالشخص برجع بقول مش قادر يعطينا الملك، بيضلوا بشر. يسوع إذا موثق فيه إنه حبني وبذل نفسه لأجلي وهالحب غير مشروط، فيني أتبعه بدون خوف. في كتير ناس بيكونوا في عندهم مخاوف كتير، بيوصلوا لأدوية فيقدروا يناموا وكذا. إذا التقوا بيسوع لقاء قوي، لقاء حقيقي، لقاء فيه ثقة، بيلاقوا إنه منا لوحدهم أعصابهم تاحت أكثر شوي، ومع الوقت بيصيروا يلاقوا إنه لا، قادرين يكملوا هالحياة بدون خوف. وما في خوف من الفشل، لأنه نحن بسبب صدمات حياتنا الماضية صرنا بكل ما نلتقي بشخص على كل المستويات عنا حذر. مع يسوع لا، انصلب لأجلي، بعدين قال لي سافر بدك بس تعجب أمي كثير، بلش غير حياتي. مش عطيني دفتر شروط طويل عريض، قال لي ما بحبك إلا إذا بتكون كامل، لا، قال لي أنا بحبك بعدين أنت بتغير. وهذا الشيء بيريح بالعلاقة. في أوقات بالعلاقة بيكون الشخص هيلكو للتاني بشروطه المش معقولة، بيمشي معه فترة فترة بالآخر بيقول له خلص رفعت العشرة. مع يسوع العكس بالتاني، بيقول لي أنا بحبك حب غير مشروط وبعدين بتتوب. تصوروا يعني شي بانك بيعطينا كتير مصاري بدون ما يعملنا، بدون ما يحط أرض على جنب، بدون بيقول لنا اشتغلوا ساعتها بدكم ردوا المصريات. تصوروا هيك بانك موجود. هيدا هو يسوع المسيح. يسوع المسيح بيقول انه هلا بالانجيل اللي قريناه يلي بده يخلص نفسه بيهلكها. رح اعطيكم طريقتين كيف بدنا نخلص نفسنا ونهلكها. اول نوع من الخلاص انه الانسان بيشتغل على حاله، بيحفظ الناموس، يعني كل شيء طالبه منه الله بيعمله. الوصايا العشر هيدا نوع من الخلاص بس ناقص، لانه بيقول مربولوس بخبرته الشخصيه، مربولوس يلي كان حافظ الناموس كله سوا، بيقول من بعد سنين مما حفظ الناموس وكان امين، بيقول لعلمنا ان الانسان لا يبرر باعمال الناموس. كيف يبرر يا مربولوس؟ بل انما بالايمان بالمسيح يسوع. ساعتها بيقول انا لكان ايمان بالمسيح يسوع. هاليهود المتعصب صار مسيحي وتضوله الله وفهمه انه انت امين بس منك بار قدام عيني. قال له يا رب كيف بدي يكون بار؟ قال له بدك تؤمن بيسوع المسيح. يلي كان عم بحارب المسيحيه صار مسيحي بين يوم وبين الثاني. فكره ثانيه، كيف معقوله اهلك نفسي؟ في كثير ناس بس يخيب امل من هالحياه بينعزلوا، يمكن بيشتروا شقفه ارض بعيده وبيزرعوا ارض صغيره وبلشوا ياكلوا منها، ويمكن بيعملوا شويه يوغا بيقولوا خلاص انا بعدت عن كل شيء وهيك بلاقي الخلاص. لا، بيطمننا يسوع بيننا بانه لا، من اراد ان يخلص نفسه بطرق خاصه يهلكها. الخلاص شو الخلاص؟
أول شيء إنه آمن بأنه يسوع هو المخلص الوحيد. إن شاء الله بكون طاهر وبار وما عندي خطايا، ما نفكر إنه باب السماء مفتوح لي. باب السماء مفتوح وقت بؤمن بأنه يسوع هو المسيح المخلص. تاني طريقة من بعد ما أؤمن فيه، لازم أهلك نفسي لأجله. شو يعني أهلك نفسي لأجله؟ يعني كل شيء أعمله كرمال. إذا أكلت كرمال، إذا نمت كرمال، إذا حبيت كرمال، إذا اشتغلت كرمال، هيك بكون عم بهلك نفسي بس كرماله. عارف بمين الأمل. مش يوم من الأيام بيقول لي أو خلص أنا ما بقى فيني كمل معك الطريق. لا، ما بيقول، ما قال لحد. بدي أعمل يسوع محور حياتي، هو المحور. ما في يكون محور حياتي لا إنسان قد ما يكون بالحكمه، ولا زعيم سياسي، ولا نجاح داخلي. كل فلسفتي بالحياة بدي غيرها. كل واحد منا عنده فلسفة بالحياة. إذا منتبهين نحن مسيحية، بس إلى جانب مسيحيتنا عنا فلسفة تاني، بأن يسوع لقى كبوا كل هالعفش برا ورجعوا فوتي بس فكري لجوات قلبي. كتير ناس يا أختي عطونا أفكار عن الله وعن السعادة وعن الحياة الأبدية. كتير ناس، بس ما حدا بذل نفسه لأجلنا. ما حدا يعطيك فكرة. مرة جان بول سارتر الفيلسوف الملحد نزل كتاب على السوق وقريوا ناس، بس في ناس قد ما يقسوا انتحروا. قالوا لي لجان بول سارتر ليك هو انتحروا من ورا كتبه، قالوا اهم جديد كتب كتاب، بس يسوع ما كتب كتاب، يسوع بذل نفسه لأجله. بقى ننتبه انه ما حدا عمل بالتاريخ، ما حدا عمل بدل نفسه لأجله. من بعد قيامته من بين الأموات ما بيكفي الصليب، الصليب وحده مر. من بعد قيامته من بين الأموات وعدنا وعد كتير حلو، قالنا أنا باقي معكم لنهاية حياتكم. بقى ياخذ، خلينا كل واحد منا يرجع يفتخر بصليبه، يفتخر بيسوع، يوثق فيه، يحبه، ما يستحي فيه، ويبذل نفسه لأجل يسوع، لأنه يسوع بذل نفسه لأجلنا. قلوا المجد إلى الأبد. آمين.